السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بالساعة، يا مرحبا بالمتابعين الجميلين الطيبين. أول شيء أبا أبدأ سلسلة جديدة، زين، فيها شوي مد فيها صراحة، يعني حصر شوي خشب وشوي هذا يعني أكثر من المعتاد. هني راح يكون في بيوت، زين، على أساس صراحة بأستانس في اللعبة، ومش قادر أستانس في اللعبة وكلها تحديات وكلها مصاعب وكلها هذا. فقلت شو بسوي؟ اللي بسويه هني إني راح أسوي هذا. زين، أنا شو بحتاج في الداون تاون؟ أول شيء بحتاج سكن جماعي لين أبني البيوت، تعرفون السيستم. بحتاج بير ماي، زين، خلي بير الماي على زاوية المدينة هني، زين، مو مشكلة، انزين. وبحتاج يا جماعة الخير، بحتاج إلى مش ماركت، لا، اللي هو وود كتر بيكون أظني أول التون، انزين. وين يجيبون الريسورسز مهني أساسي الحق على الريسورسز؟ خلنا نسوي مكان عندي حق الريسورسز. كنت أتمنى بس أقدر أسوي ترتيب للريسورسز على اساس، ما اعرف كيف اقولكم، لكن اوكي مو مشكله. خلنا نطلع المينيوز مالنا. اول شيء نحن هنا مينيو 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 مينيو، نشوف شو سالفه الشعب اللي بيموت اللي بيستوي كذا، نشوف شو الوظائف اللي عندنا. باربعه يبنون على الاقل، اربعه ما يكفون بس مو مشكله. انزين، خلنا نسرع اللعبه شوي ونبى نطلع مال. وين صار هذا فوق، اللي هو اللي عندنا واللي ما عندنا. زين، بنسوي وود كتر، بنسوي شوية مباني هني. هاي اللي ما عندهم بيوت زعلانين، مو مشكلة، بنراضيهم بعد شوية. ونبى وود كتر حق الشتاء، ونبى نسوي الحين بيكون عندنا قذرة، مو مشكلة، بنجمع أكل مبدئيا. وبعدين شو بنحطي؟ لحظة، إذا بسوي أبجريد هذا أقدر؟ هي أقدر، أوكي. زين، الحين بيخمون لي هالبقعة هاي، وبنبدأ البنايين مال يبنون اللي حطيناه هني. نحن شو حطينا هني؟ لحظة، حطينا شيء؟ لا، ما حطينا شيء. لحظة، خلنا نحطي لنا gatherers، اوكي، واحد. وبنحطي لنا مسبوشر، لا، خشب الحين عندنا، بس خلنا نحطي hunter. اوكي، هني الهنتر مكان طيب. وبن اقولكم بنحط فورستر بعد، وهربلزت خلنا نحطي، اوكي بنحطيهم كلهم. بس اساسا بنحطي واحد وود كتر، بنسوي لهم في الاساس بيت. خلنا نعطي اولويه حق البيت، انا هاي شغلات حطيتها على اساس اني ما انساها يعني، فما اخفز مكان لمكان. يا حبيبي على الالتاب اللي على الطاير، سويته بالغلط. انزل، سوري، انزل. عندنا ستور هني، وعندنا ستور هني، وعندنا نبى نحطي فيشنج هات هني، فيشرز هات فوق. بس صبر، خلينا نبني اول شيء بيت حقهم، خلهم يلحقون يسوون شيء. انزين، ثاني اولويه بعد ما يبنون البيت هذا اللي هو هذا، انهم يبنون الكتر هذا حق ندفيهم في الشتاء طبعا. زين، يحطي هنا من خشب هنا، بيجيبون خشب الجماعة من هنا، سيدا بيحطونه هنا، بيستعملونه على باب القرية. هنا بيكون في مجموعة بيوت لين الفشنر هات يوصل لفوق. بنحطي وود كتر هنا، بنحطي له لمت 2000، اوكي 2000. في عندنا شوي بوست على الصناعات خفيفة، يعني ضرب 2 ضرب 3 بالطريقة هاي. اللي عليه شوي بوست في الأكل هو الفشرز هات يمكن. انزين، هذا أبى أحط فيه على طول أنا ماركت الصراحة، بس مش على طول الحين يعني، بس افضل اني احطي في ماركت. انزين، خلينا نحطي، بما ان عندنا وايد ناس الحين، لا وايد ناس ما عندنا الصراحه، لانهم البيلدرز بيون الحين بيبنون شو حقنا، السوالف اللي هني، وبنحط فيها عمال. فلين هذا الشيء يستوي، خلينا نشوف شو وضع الاكل عندهم. 200 للحين الاكل 200 بس. خلينا نسوي القاذر الهات على الطاير، لان هاي اذا ما تعطيهم اولويه ما يشتغلون المكان اللي انت تبغى يشتغلون فيه. هذا قدر، هات صح، هانت كابل، اوكي امشي هانت كابل بعد يبقى كل ترى. انزل،
المهم انهم يروحون يبنون هناك الحين، يعني حاطين في كل واحد على الاقل الحين عامل، ونسوي بوست للبرودكشن نفسه. انا حطيت واحد غلط في الوسط، لكن مو مشكله، بنحطيه للشارع هني، بنحط الشارع. اوكي لا اوكي اوكي، عنده حصى، عند هذا ما عنده شيء. اوكي عندهم بيت، عندهم اكل مبدئيا، لين نحن نجيب اكل. يبالنا بعد خياط وبلاك سميث. ابا بلاك سميث هني بحط ماركت، لا اذا بحط البيوت هني. لحظه شوف الماركت كم ياخذ مني مكان، بياخذ مكان هذا تقريبا هني، بس احط الماركت. اذا البيوت بمدها تحت وفوق، هني وهني وهني، هذا افضل مكان للماركت، بس اظني احطيه هني بيكون افضل. واحط باقي الصناعات في الوسط، لان هذا بمتد هني بحط بيوت. لا في الوسط، في الوسط افضل شيء، في الوسط. خلونا نحط الصناعات هني الحين. بحطي اللي هو البلاك سميث هني على مدخل المدينة اذا قدرت، ما اقدر احطيه هني، بحطيه عيال هني، بحطي كله عند الماركت، وبحط الخياط هني. اوكي شو عندي؟ خياط، بلاك سميث موجودين، ونبط المطبب هذا اللي يسوي لهم اعشاب ويوديها الستور. طبعا اول شيء بشغلهم هذي اللي تشوفونهم، حلو، هاي اللي اوريدي عليهم برايورتي، اساس اني باكل زياده، لان اكل ما عندنا في الستوك، بيموتون من الجوع. واذا ما بنوا هذا بسرعه يا ويلي ويلي، انا قاعد وايد احطي في نفس الوقت وبتوهق. انزين هانتن كابن بحط فيه واحد، زين، وبنحط في الهربلست. لا جذرز هاد اوريدي في اربع الجذرز هاد. اوكي نايس 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 نايس، لا اربع قاعد يبنونه. اوكي ام سوري، والله اني مسقط العيال. بنحط واحد هربلست، وان شاء الله ما يموتون من الجوع ان شاء الله، لانه وايد شغلات اعطونهم يسوونها، وبنكب فيهم. انا اعرف اعرف عمري انا النكب اللي يجيبها دائما وابدا، بس ممكن شوي تفادي بعض المواضيع. انزين عندنا خشب للحرق، عندنا على الاقل بيدفون اذا ما حصلوا اكل، بس هاي الحين ان شاء الله بيبون اكل بسرعه، ما بيطولون. بنحط اثنين على طول حق الاكل، اثنين بنجيب لهم، خلهم يزيدون اكل. الا نشوف، يبالنا تاون هول على طول اللي هي مبنى المدينه الاساسي. اوكي على طول واحد عندنا كبر واستوى ليبر يشتغل عندنا. طبعا الظروف قاعد اشتغل فيها ميديوم تقريبا، انا اسوي اربعة وننقص عامل هني لان نقص احتياجنا، ونزيد بعد واحد خليه يبلنا اكل. اوكي هاي اللي بيبون الاكل مسافة شوي لين هني، بس اوكي عادي عادي، بس انهم بيجيبون هذا المهم. شوفوا بيجيبون الحين يا لذر، الحين بيلحق وراء الاكل، بيلحق وراء شوي شغلات، لو ان مسافة شوي، بس اظني اتوقع انه بيكون اوكي، بس خلي يبون اكل له شوية. زين شوف انفنتوري، اوكي قام يبون مشروم وحركات ودنيا. اوكي لازم احطي حق نفسي مصدر اكل ثاني اللي هو الصيد. صبر خلنا نشوف، نحطي هني حق الصيد ولا هني يغطي مساحة اكبر؟ لا هني زين، هني زين، وانزله بالشارع لين وين الشارع، مو بسيده بيكون، فما بحط الشارع الحين، خليني اقدر احط الشارع سيده بحطيه. بنحط صيادين فيه، وبنبدا من نحط الصيادين بنحل معظم مشاكل الاكل على فكره. خلينا نحط واحد هني يزرع، وهذا ونزيد الليمت ماله مثلا 20,000 الخشب، خله فوق الهربز ليمت، خله 1000 مو مشكله. القدر الساد فود ليمت خله قد ما نقدر كالعاده، خلاص اوكي اوكي هذا بيحل موضع معظم المشاكل. الحين بس انه يبنون هذا على فكره، شو باقي لنا؟ هم شو بيبنون اول؟ خلينا نلبس اللي تحت ونيب، نحاول نيب سمك. اوكي لان لو يبنى سمك هذا شو بيساعدنا في الاكل على حسب المود، مفروض اتمنى انه يساعدنا في الاكل، اتمنى انه يساعدنا في الاكل، بيفرق ويانا وايد. انزين لازم ابني تاون هول عشان اعرف انا كم قاعد انتج وكم قاعد استهلك، واستعجلت حبه حبه استعجلت. هم قاعد يتكاثرون الحين which is good، واللي هو وايد زين. وفي حصى وايد ما حد قاعد يستعمله ما اعرف ليش. زين خلينا نسوي شارع لين فوق سيده، زين لين هني. اوكي
على الاقل يروحون نص الدرب بسرعه. اوكي الحين من يبنون هذا بحطي على طول اربع صيادين مفروض يحل مشكله الاكل. خلاص ان شاء الله يحل مشكله الاكل، انا اتمنى متمنيا منية كبيره جدا 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 كلهم ماتوا من الجوع. اخ دائما انا اخب اجيب العيد هاللعبه هاي اللي انا دائما 24 ساعه جايب فيها العيد. ابنه ابنه هذا الله يستر علينا ابنه. انا سويت على فكره ثلاث حلقات قبل هاي وارتفع ضغطي لين مسحت الحلقات وقلت بعيد من اول وجديد وبحل مشكله الاكل، وما سويت الحين اول شيء مفروض اسويه الفشنج وما سويته. فانا هاللعبه هاي ما اعرف ما مش قادر اركبها عدل، يعني مش قادر اني اجيبها عدل. زي ممكن تبنونها وتفكوني والله، لان عادي اسوي امسح اللعبه الحين معصب. فيشرمان خلينا نحط اثنين فيشرمان ونشيل البناي واحد اخليه ليبر، وتعالوا اشتغلوا دخيلكم نبى الاكل. الناس قاعده تموت من الجوع عندي والله. هذا مش من اللعبه، من مانجمنت مالي. انا اخر مره سويت مانجمنت حلو واشتغلت وسويت وطلعت، ويوم طلعت مره واحده جبت العيد اخر شيء. فيا الله شو زعلت وسبيت ما براويكم الحلقات، لكن يعني صدق زعلت 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 يوم اخترب كل شيء، لانه صدق كنت تعبت هناك وكنت ابى العب تي ورا بعض يعني متحمس. ويا الله شو جبت العيد وزعلت والله زعلت من خاطر على نفسي، حسيت عمري تي ما اعرف العب بمسح اللعبه بس قلت لا ما عليه مو مشكله خلينا نشيل واحد من قدر هات نحط فيه فشر. زين الا هذا يستوي ليبر يودي، لان لازم عندنا حد يشيل السامون يودي من مكان لمكان. هذا انت صبرك صبرك صبر ان كل الليالي، فالحين محتاجين اكل نحن. ان شاء الله هاي اللي بدون ينتجون عدل يعني. اوكي قام يستوي عندنا شوي اكل، ان شاء الله الاكل هذا يبدا يزيد 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 بدون مشاكل ان شاء الله. هاي لا اظن كلهم ماتوا، هاي ماتوا، هاي اظن كل حد ميت في القريه اصلا. انزين انت شو شغلك؟ هربلست؟ يبالنا واحد يكون عنده دواء. هاد دواء القريه لازم دواء، لازم بغير دواء ما بنعيش. انزين وصلنا الشتاء وعندهم اكل؟ هي عندهم سمك، شوفوا السمك زين، وعندهم لحم وهالسوالف، السمك وايد زين، وايد وايد زين. زين ان تلاحقت على عمري قبل لا امسح الحلقه من اول وجديد، بس خلاص تعبت وانا امسح. انزين هذا الحين بيبون سمك وهالسوالف والناس بتزيد وكذا. عندي عامل واحد محتاج خمسة، بس ليش انا شو قاعد اسوي على اساس احتاج خمسة؟ هذا صح، وغير هذا شو قاعد اسوي اللي هو هربلست. اوكي وهذا شو؟ هذا هربلست. ليش اسوي اثنين هربلست؟ مسح مسح. زين الحين احتاج ثلاث عمال صح، وعندي عامل بنا واحد. اوكي والسمك كيف وضعه؟ يجيني سمك معبين اظن هاي السمك الحين اشوف 368 32 كان. اوكي يعني بينا اكل الحين شوي شوي شوي، قاعد يشلون الاكل من يشبعون من الاكل شوي ويزيدون. راح اسوي شغلات ثانيه، اسوي مزرعه ما لها داعي، مزرعه ما لها داعي، خلينا نزيد السمك. هذا المفروض سمك اكثر من كفايه على اساس انه يغطي احتياجاتنا نحن، بس هذا بيكون بعيد عن مال السمك. انزين والمشكله لازم يكون عندي شغله ثانيه، بصل مشروم وهالسوالف وما يتني. في عندهم هاي الاعشاب ادويه، هاي الادويه عندهم 10 ادويه، وعندهم معاطف، عندهم هالسوالف اللي هو جاكيتات يسمونه معطف اظني. انزين بالعربي الفصحى اللي يعرف اسمه شو تسمون الجاكيت عندكم؟ جاكيت، انا اقول له بس جاكيت وخلاص. انزين الحين من يبني هذا، مشكلة ما عندنا ليبرز وهذا، وانا ابا يبني شو بيوت. خلنا نبني بيت بيتين ثلاثة اربعة، نسوي هالمنطقة كلها بيوت عساس يزيدون الناس شوي، لان اظني السمك هذا ايوه بيحل لنا وايد مشاكل. بالضبط بيحل وايد مشاكل حقنا، اصلا اذا زدناه بعد واحد بيكون وايد زين. 6000 اظني بير سيزن بيكون،
6000 تقريبا المفروض على سيزن واحد، واللي هو وايد زين. الخشب الحرق عندنا كمية ممتازة، وانا اعطنا لمت 2000 وما بنحتاج 2000 يعني، دام انه ما نطلع فوق تقريبا 40 واحد. انا قايست على اخر جيم ما نحتاج اكثر من هذا، بس نحتاج الحين شو؟ بيوت، على اساس ان البيوت هم الناس تتكاثر فيها. فهذا شو؟ خياط. والله خياط بعد مهم، بلاك سميث بعد مهم. فاذا عندي اكل وايد، عندي 800 اكل. ليش ما يتكثرون هني؟ ينزعجون من بعض يعني؟ يمكن غرف داخل اظني، صح؟ غرف؟ هي غرف، شوفوا غرف، كل حد في غرفته يعني، انتجوا يعني. مش عارف ليش ما تنتجون. انزين، خلي وقف هذا. انزين، على امل انهم شو يسوون؟ اظني بنحتاج حصة، وانا مو بجايب حصة، لحظة. انزين، خلينا نشل الحصة اللي موجود. اذا يابوا حصة الحين راح يحل لنا مجموعة مشاكل. الحصة اللي هنا اظن اني خليتهم يجمعونه بعد، صح؟ لا، نبغى الحصة اللي هني، ونبغى الحديد اللي هني. اوكي، ممتاز. اذا يابوا حصة وبنوا هالبيوت، هالبيوت خشب اصلا مش حصة. زين، اذا بنوا هالبيوت هاي، لان اصلا المفروض ان هالمنطقة كلها تروح. فبما ان اظن هاي يستوي له برايورتي، هي يستوي له. خلنا نسوي اولوية حق هاي. زين، والاكل عندنا 200 200، الاكل ممتاز. فابا يبون الحصى اللي هني ويبنون، والخشب ويبون البيوت. ابا لو بيت واحد ينبني ما بيكون زين. نبغى هذا البيت، هذا البيت، نبغى هذا البيت ينبني على اساس. شو اخبار هذا؟ ابعد قاعد يسوي 2000 يعني، بيكفينا حق وايد ناس، وايد وايد ناس. فاير وود، ايرون، لوك ستون، عندنا كل شيء تقريبا. عندنا ستون هني، الحين بيبدون يبنون. اوكي، خلينا نحط 2 بلدرز على اساس البيت يبني بسرعه، لان عندي اكل كافي من تصوري الشخصي. اذا ياني عمال بحطي، لحظه، خلينا نحطي بعد واحد احتياطا. لا لا، مش احتياطا، خلنا نبدأ نبني هذا. زين، خلي يكملون هذا، مو مشكلة، ما بقي له وايد حصة. وننقص البنا، واحد يبني واثنين يجمعون، على اساس بلدر ماتشو. لا، اثنين يجمعون، انا قلت صح، مو مات، انا نقصته بعدين قاعد تفكر وين صار البلدر مالي. انزين، الحين نعطيهم شوي خصوصية وشوي مكان يقدرون يتكاثرون فيه الجماعة الطيبة، وعندنا اكل وعندنا خشب وعندنا كل شيء، عندنا كل شيء الحين. بس نبغى نرفع مستوى السعادة. انزين، ونسوي لهم دكان في الوساطة الحين. الحين هذا شو؟ بلاك سميث. نحتاج واحد بلاك سميث على حدود 500 تول يسوي لنا تقريبا. زين، وبنحتاج خياط بعد، مو مشكله. ها قاعد يبني بيت، من يبني البيت بيزيدون شوي الناس. انا عندي اكل بما فيه الكفايه الحين حقهم، وبزيد موارد الاكل والخشب وها كله بزيد. يعني هاي ما ظن بيكفون، بس بزيدهم، لان هاي مكانهم حلو بروحهم، ما راح اخرب عليهم. واذا استوت مدينه هني مثلا، هاي بعد زينين بيمدون في الوسط. اخر مره سويته وايد قريب من المدينه وكان مشروع ناجح، لكن الحين بعتمد على استراتيجيه ثانيه. ممكن انتم ما شفتوا الحلقتين اللي سويتهم، قعدت تحمست، قلت بسوي حلقه بسوي ثاني حلقه، بعدين فشلت، بعدين زعلت. وشو زعل؟ زعل شديد كان الصراحه. انزين، نبغى، انا لازم اسوي التاون هول الصراحه، اساس اعرف كم يصرفون وكم ما يصرفون، لان بيفرق عندي في كم يصرفونهم اكل وكم انا انتج اكل، هذا الفرق الفعلي. انزين، شو اخبار الهيربز؟ تمام، فش 2000 200 200 ولا احلى. زين، خلينا نسوي لنا مش هذا، نسوي لنا بارن ثاني. بارن الثاني بيكون هني، ما احسه مكان 200 200.
الا نسوي بالطريقه هاي. اشوف اظن الشارع بيمر من هني. ايوه الحين اوكي، خلنا نسوي البيوت بالطريقه هاي، شارع وراها. اوكي، لان اظني هذا بينترس اكل قبل اسوي. اوه ابوك هذا شو قاعد يسوي الفورستر؟ لا ما يخصه بعيد، بس هني ليش يرمي روح يدش عليه شجر؟ انزين الحين انا بس ادعي انهم يتكاثرون، يبون عيال فقط، ابى يبون عيال وعيالهم يكبرون. على فكره انا سويت مدرسه والمدرسه كانت وايد مزعجه، وقررت اني استغني عن المدرسه حاليا لين يستوي عندي فايض من الناس ولا انتاج عالي من كل شيء، بعدين اقدر اسوي مدرسه. الحين مثلا انا افكر كيف انتج ناس، ولا كيف ازيد عدد الناس. انتج ناس احسه مش حلوه، ان كيف يكون عندي عدد اكبر من الناس. ابا احط الستون ماين هني، والله تصدقون شكله مكان زين حق كويري، بس الحين ما اقدر احط كويري طبعا، الحصه اللي هنا المفروض يكفيني اصلا في كل الاحوال، بس محتاج هاي اللي تكاثرون ويكبرون. بس زين خلينا نحط شوي بيوت زياده ان شاء الله ما توهق. بنحط بيت بيتين هني، بنحط بيتين بنفس الطريقه، بيتين 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 بيتين، بس انعكس شوي عندي، بس مو مشكله عادي، كنا نفس الشيء. اذا ما مر ما هني ترى مر من الوسط هني الشارع، فخلاص عادي. انزين بيستوي عندنا الحين مجموعة بيوت، وبيوني بلدرز، وعلى طول البيوني الناس اللي بيشتغلون الحين سيدا بحطيهم بناين عساس نسرع شوي. واحد صياد زيادة هو، مع ان الواقع يقول لي يا خليل حط لك واحد مرصيد زيادة هني. والله احس مشروع ناجح هني، وسوي له ستوب هني، بس انا اعرف وين ابغى الحين. اوكي عليه ستوب، اشوفه نفس هذا يوم سويت الاستوب، بس هو مسألة وقت قبل الحين الصغار هاي اللي يكبرون. اللعب على اسرع شيء الحين اصلا مسألة وقت، بس يفضح البيت بعد من بنهدمه اصلا برايه. يبالنا نحط تريدر ودنيا وسوالف وكل شيء نحطيه، اهم شيء الاكل والخشب ما ينقصون عندي حاليا انا، يعني هذا اهم شغلتين. زين هاي اللي يبون سامانهم هني، لكن الا القذر هات قذر هات يضربون خطرين وين هني. تعرفون لو ما ماتوا عنه هالكم واحد كان الوضع تماما مختلف. انا لاني سمحت كذا واحد يموت بلشت نفسي شوي بلشت نفسي. زين هذا ينتج لهم معدات لازم ضروري، وعندنا جلود نحن حيوانات، عندنا لذر وايد، فنقدر هذا التيلر اذا يانا بيخدمنا خدمة. الوضع كله الحين في هايل ترى، بس انه يبون صغارية ويكبرون صغار، بس هذا الموضوع كله نحن فعليا هذا كل اللي قاعدين ننتظره الحين. والله انا احس المزارعين مشروع ناجح. انزين الاكل في زيادة، لكن الناس مش في زيادة، وانا ابا ناس حاليا. هذا كمل 9 سنين اظني، عمره 13 سنة يشتغل اظني، ما اعرف اي عمر هذا الياهل. انزين كلوثينج اللباس ما عنده، ف اظني اللبس بعد يزيد سعادتهم، ولا بنزيد سعادتهم. وعندنا دواء نحن في الستوك، فما عندنا مشكله حاليا في هالناحيه، ولازم ننقص الكميه اللي هني اصلا نسوي ماركت وربعه، بس مشكلتنا نحن هني الحين مش في الماركت، لان هاي اللي عندهم صغار على عمر 9 سنين متى يكبر هو؟ ها 15 الحين قريب يستوي. اوكي اظني كل سنة تدور يكبرون، فخلوني ازيد البنى عامل، وبما ان الاكل وايد بحطي واحد زيادة هني، 4 عمال بحطي، لا فيشرمن بعد خلى 3، خلى 3 ما يحتاج اكل، خلي 3 عمال بناء، واذا يانا زيادة بنحطي عمال بناء، لان ما نقدر الحين وضعهم. اوكي وضعهم الحين في السليم، وهالبيوت اظني اللوج هذا يكفيهم، بس ما عندنا حد يستهلك الاكل، فالاكل اخاف ينعق برا يخترب اصلا، هاي المشكله. الحين قاعد يبني هذا،
نباه هذا ترى هذا زين، هذا زين يسوي لهم ملابس يقللون بعد استعمال الخشب وربعه، و اصلا بعد عادي نقدر نستغني عن اي حد الا اذا حد كبر عنا، اذا حد كبر نقدر نسوي خياط، ولا نقدر نستغني عن بلدر واحد ونسوي خياط مؤقتا ما اعرف. ياس افكر الحين تخلي تشوف ما كبر. اوكي بنشل واحد مهني بسوي خياط، خلنا عندنا كم جلد عندنا 36، هذا يقدر يسوي لهم جاكيتات، خلهم يدفون يشتغلون اكثر يزيد فعاليتهم وايد. اكتشفت ان لا غير سعادتهم يعني يصبحون مستانسين اكثر عن اللي قبل. زين ستورج انا اعرف ان نير كاباسيتي بس ما بضغطهم يبنون هذا، خلهم يبنون بيوت ويزيدون الناس شوية يبدون يحصلوا لهم لباس على راحته يعني، مش مستعجل هالكثر انا، الا اذا بغيت اكل اكثر اروم اكمل مشاريع فعليا. انا حاليا محتاج محتاج الناس تزيد والله حاليا. اوكي هذا 11 وين لستة الناس مالي؟ لحظة خلنا نبني تاون هول عشان نحصل معلومات زيادة. اوكي هذا التاون هول، التاون هول بيكون وين؟ هني مكانا والله عند التاون مكان زين بعد، ولا اقولكم خل هذا يفضى بحط التاون هول هني 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 التاون هول مكان هذا بيكون احسن وايد. زين شو السالفه نير كاباسيتي؟ نير كاباسيتي انا اعرف انه نير كاباسيتي بس ما عندنا ناس، ايش تكون اسوي؟ بس استعمل كل الناس اللي عندي وتوهكت وايد اخر فتره فما بخاطر بعدني ما بخاطر، فخلوهم على راحتهم، خلي ابن البيوت اللي هني وتبري باستون. ما عندنا ستون، عندنا 285 ستون، عندنا 200 وشي حديد. والله كنت اقدر اسوي يمديني اسوي ستون هاوس بس احسه بدري بيكون عليهم ترى. ول ابي يكفي كل شيء الصراحه، الاكل ما عندنا مشاكل فيه، فتعرفون شو خلينا ننقص هذا نزيد عمال بناء. والله احتاج عامل بناء زياده. زين انفنتوري نوت انف ماتيريال. اوكي ما عليه بيبولك شو شوي بيجيبونهم جلود وانت تسويها. اظن هم اوريدي الكوتس الحين بيشلونها. طيب اوه نايس بيبني لنا هذا، بيبني لنا المخزن زياده حلو. المخزن 15,000 تقريبا، وهذا بيخدم لنا خدمه الحين بيكون وايد زين، وبما انه زاد عندنا الناس شوي عمال. اوكي نايس 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 بيجيبهم في مكان حق شغلات اكثر. شوفوا في جاكيتات زياده عندنا 11 واحد جاكيت، تقريبا كله 11 و14 واحد ستو. اوكي انا اسف زدنا. انزين الحين دام زدنا خلنا نزيد اكل واحد، مو مشكله خلي الاكل يتعبى، خلي الاكل يتعبى. انا الحين جريد رايح طمع في موضوع الاكل اساس اني بزيد الناس وما بتوهق، وعسبتي اسوي معاطف من الحين. المعاطف كم حاط الليمت ماله؟ 50 يخسي 500 حبيب. تم انتج لين تقول امين، دام في انتج. والحين الناس بتتوزع شو هذا فضاء؟ ايوه فضاء هذا، خلنا نشل هذا من الحسبه. زين واختر اياهم يبنون البيوت في نفس الوقت صح. ستورج ريمينينج اوكي بيشلهم من اي شيء باقي. استوى هذا، خلنا نسوي شارع لين بس مش مشكله بوصله بالطريقه هاي عادي، خلي كنا رصيف ولا شيء. انزين هني كم واحد يشتغل؟ ثلاثه يشتغلون اوكي ممتاز. اكل وايد قاعدين والله، بس خلد يزيدوا لين ينقص الاكل. والخشب شو اخبار؟ الخشب 200 ممتاز. زين الحين يبالنا مجموعه عمالة لا تتخيلونها والله، لا تتخيلون كميه الناس اللي نحتاجها ضخمه جدا 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 جدا. اوكي بس المكان قاعد تقريبا بدا ينظف يعني، واللي هو وايد ممتاز. فخلنا نحط اولويه حق البيوت هاي، خلهم يبنون البيوت اول. هذا قاعد ينتج تولز، عندنا وايد ايرون برايه، هذا قاعد ينتج ثياب، دام انه في انتج
مو مشكلة. كم جاكيت عندنا؟ عندنا 8 جاكيتات، لأن هذا بيريحنا شوي من الخشب بعد ترى على فكرة، بدل ما هذا قاعد يسوي بيريحنا شوي من الخشب، مع انه وايد 2000 ترى، وايد 2000، اكثر من اللي ممكن نحتاجه اظني، بس يسوونه ولا انه ما يستوي. انزين الحين خلنا نشوف شو نهاية البيوت، ان شاء الله ما اوصل صدمة اقتصادية، قولوا امين. بس زين الحين افكر احط ماركت بعد هذا. ايوه استوى عندنا ليبر زيادة، نايس. خلي الليبر زيادة بعد بيلدينج بناء، خلي يتفاهم مع هذا، خليهم يتعاونوا عليه، ويباله 2 هني، فالاثنين الباقيين بيشتغلون مكان ثاني، يعني نبني مفروض بيتين نحن الحين في نفس الوقت، على طول يسكنون، كل حد بيطلع من هني خلاص، وبيوت زحمة، وعندنا أكل وعندنا خشب، يعني بيتكاثرون لنقول آمين. بحط لهم ماركت الحين، صبر بس نخلص من البيوت. شوفوا اثنين كل الاثنين يشتغلون مفروض بيت، يصيرون يبون سما يرجعون، بيكون وايد زين. وايد زين، على الاقل يسوي تقدم اسرع من المعتاد. يعني خلينا نزيد الفشر من حبه، ما يضر اكل بعد يزيد، مو مشكله خلي يزيد. انا طمع في اي وقت عندك هذا ترى متسويه، ترى مزيده واحد في اي وقت ان شاء الله، يعني ما احتاج اوصل لمرحله اني اتوهق وما احصل. خلي البيوت فاضيه، ما عليه بيوت فاضيه، نزيد عمال بناء 1 5. استوينا الحين 3 بيوت بيبنوا في نفس الوقت، هذا معناه اقدر اني جاكيتات اخبارها 7 عندي، اكثر من سكان، ممتاز. اقدر اني اتفرغ حق بناء شيء ثاني، يعني هذا ممكن الحين ارجع يبني، مو مشكلة. تعرف فكرة الصيادين بيتوزعون بين الاثنين، مش قضية. خلنا نحطي هني الشارع، الشارع مالي غلط، يستوي اهدمه لازم اي هني. زين والحمد لله ما بنوا، خلنا نحطي حصة، لحظة خلنا نحطي شارع حصة، شارع الاساسي حصة، بيستهلك وايد ستون بس مسافات بعيدة، فشو بسوي؟ خليهم يمشون أسرع شوية، بيزيد إنتاجيتهم، لو إنه بيكلفني حصة بيزيد إنتاجيتهم، وعندي أنا ناس تبني، يعني بما إن عندي ناس تبني خلني أستغل الموضوع. أنا موجود حسبت إني هدمت بالغلط، إنزين خلني أستغل الموضوع دام إن عندي ناس، يعني خلي 4 يبنون لأن نحتاج 6، ونزيد جاذرر هات 1، ونزيد فورستر لوج 1، وبنقص بعد عمال بناء، بنقص معامل بناء 1، وبنزيد هانتنج كابن 1 عسى يزيد عندنا الجلد والسوالف اللي نحن نجيبها والخشب. الدواء تشوفه اوكي قاعد يزيد، فدام انه يزيد ما عندنا مشكله. عندنا 3 يبنون، شو يبنون الحين؟ شوارع بسرعه بيخلصون، ما بيطولون، لان شوف كيف بسرعه يمشون، شوفوا فرق، والله يفرق، ترى يفرق فرق حلو. الشارع هذا بيفرق معاي كثير، لان بتستوي حركتهم اسرع وايد، والناس اللي تي اهم شيء ما ناقصنها لا خشب ولا اكل، ترى عندنا الاثنين الحين. مديني ازيد الفشرز 1 لان بيكون عندي 2، واقدر اقول لهم يا جماعه نبى ماركت مالنا في المكان اللي اتفقنا عليه، ولا يا جماعه والله ممكن احطيه هني، يكون مشروع ناجح اكثر اني اسوي مجموعة بيوت تحت على اليسار، وازيد البيوت اللي فوق. صدقون احس بيكون مشروع ناجح اكثر، او حتى هني يكون مشروع ناجح، والله هني مشروع ناجح اكثر اتصور. صدقون هني اشوف ابا اخر البيوت احطيه هني، يكون مشروع ناجح اكثر، صح؟ اقدر احط مجموعه ضخمه من البيوت، او هني، لا هني احسن مكان هني. خلينا نهدم الشارع هذا، حتى وبان لنا ما لحقت اهدمه، هدمته على طول. زين خلينا نحط لنا الشارع ترابي هني، هذا نطلع امر هدم انا، صح؟
لحظة كيف أرجع cancel removal هذا بس إنزين وبنسوي شو الماركت هني خلنا نحط بعد شارع بهذه الطريقة عندنا ثلاثة يبنون محتاجين ستة وين محتاجين ستة هني خل نشل هذا الخايس لحظة خلهم يجون هني يشلون أول شيء لأن فيها أغراض أظني بعد بنحط الماركت نحنا هني وبنحط التاون هول هني وبنحط باقي الشغلات هني حتى هذا فضالنا حق صناعات ثانية ترى عندنا كم جاكيت هني 11 جاكيت بيكفي الناس اللي دات صح اي بيكفيهم لأن بحط اثنين في الماركت مش واحد اوكي ممتاز فضوا السامان اللي فيه وهاي اللي بيتفولون فلازم احط الماركت الحين خلاص اللي هو بيكون هني الماركت استوى عنده مكان فراغ يا اخي لزقه في الفراغ ولا ما لزقه لا ما بلزقه خله مثل ما هو خله حاليا لا بلزقه لازم اكنسل الشارع وارد احط الشارع ولازم لا اوكي ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا 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 الحين محتاج ناس بس محتاج هايل يكبرون بفضي هايل شوي عسب كذي بحطي ماركت بعد عساس الناس تروح الماركت ليش ما هدم الحين هدموا هذا نبغى نحط ماركت يا جماعه سوق نبغى نحط سوق هنا هي هي هدموا بحطي بالطريقه هاي اوكي ممتاز هاي الطريقه زينه وايد تعرفون شو بسوي بدل ما اشل الشارع لان احس المساحه في كل الاحوال ما راح استغلها خلونا نسويها بالطريقه هاي احس بيطلع اوكي وايد اوكي بيطلع بس مش بس اوكي وايد اوكي بنحط هني مكان للتخزين اساس يقربون العالم لانه بيكون اصلا في ماركت والماركت بيحتاج مساحه تخزينيه ثانيه فعادي يزيد مساحة تخزينية زايدة عندنا ثانية اوكي ما عندنا مشكلة وفي بالطريقة هاي اقدر ازيد هني بيوت بس بيوت اللي بزيدها كلها حصى واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع سبع هني بتبدأ المشاكل مشاكل تايم مشاكل تايم الحين هاي بيسوي لي مشاكل ترى البيوت كثرة البيوت بتسوي مشاكل اكل وغيره بس تعرفون شو اروم حط اثنين هني اثنين هني للسمك بما ان الماركت مالي له الاولوية في كل شيء بقدر احط واحد يوزع عليهم كلهم الاكل والخشب اللي قاعد يستوي هني كلهم بيكون عندهم جاكيتات بعد اوكي فخلنا نزيد هذا اللي بيبنونه ثلاثة 3 out of 6 الحين شغالين على هذا شوفوا قاعد يبون سامان حقه ياس يبون خشب يبون حصة خلنا نزيد عامل واحد هذا اظني قذب في حد لازم الحين وقت احد فيهم يكبر وينا الاكل كيف وضعه تاون هول بيكون هني وعند التاون هول بيكون في مجموعة بيوت هني اوكي الناس قاعدة تنولد من اول وجديد بس وايد حلو ان احنا محتاجين ناس تكبر اصلا الحين وجدنا البلدرز ولا عمال البناء عامل زيادة تشوفون 38 بس ترى كل بيت يباله مثلا اثنين هذا يباله ستة بيمشون بالترتيب ترى عادي مش لازم احطي مليون عامل بناء زين من يبنون هذا او نايس اوكي زادني تو واحد كبر عندي حصى عندي كل شيء نايس بنزيد ليبر هني عامل مش عامل ماركت يسمونه فندر بيجيب السامان كله هني وين يحتاجه
بجيب خشب، بجيب هذا، بجيب كل شيء هذا. خلنا نزيدهم 2. لا لا، دام السالفة بالطريقة هاي، زادنا 1، خلنا نزيد 1 ثاني. خلنا نحط 2 افندرز على اساس اظني يمدي يوزع اكل على البيوت كلها. ستورج تقريبا عندنا فل، بس الحين ها شغل فندر. فندر بيجيب السامان من المخازن وبيعبي لنا اياها. خلنا نشوف. على طول دشينا جامد احنا في اللعبة، نحطي 3 فندرز لما اظني 2 يكفون وزيادة حق هالكمية من البيوت. بس هني احس لو خليت في الوسط ممر كان بيكون احسن، لان الحين لازم يطلع يسار ولا يمين، احس ان الطريق طويل عليهم. انزين بنزيد اذا هاي الطريقه. نحن عندنا اكل كفايه صح؟ الاكل ابو ملوم تريليون، ما عندي مشكله، هم يسوون اكل، يسوون اكل وخشب. انزين ها شو وضع الخشب عنده، 2000 الليمت وبعده قاعد ينتج صح. بنزيد الفورستر حق الخشب. انزين لان تشوف الخشب عندي ناقص تشوفه، وبنزيد، لا بس خلاص بنزيد فورستر، بننقص عامل بناء 1، بعد بزيد فورستر ثاني. زين خليه يجيب شو اسمه زياده. البيوت نحن نبغى 2 يبنون صح؟ شوفوا الحين بيبدون يزيدون الناس بسرعه. شوفوا هذا بينقص استعمال خشب، بيوت حصى اصلا عندنا بيوت فاضيه نحن. زين انت ساكن بروحك، انت بروحك، ليش ما تسكنوا مع بعض وتجيبون عيال؟ لا عمر 10 سنين، لا اوكي خلاص انا اسف، بعده ما مدى، بعده في البيضة ما يعرفش الحاجات ديت يعني. انزين اقدر احط شارع من وراهم؟ ما اقدر للاسف. خلنا نحطي بعد ما هاي يستوون بيوت شوي يتحولون الى بيوت، يعني ابى احطي هني موقع. شو بفضي هذا المكان، بسوي موقع حصى اظني، اتوقع او اسوي المحجر. وين اسوي هني المكان الثاني؟ والله يبالي تصدقون، تعرفون شو بسوي؟ بسوي جسر. زين بسوي جسر، جسر من هني الى هني ممتد. وخلنا نكمل شارع حصى، ما يستوي هني مو مشكلة، اللفة البسيطة ما عندي مشكلة وياها. انزين نسوي، لا المشكلة اللفة البسيطة مش مشكلة، بس اني انا اغلط بالطريقة هاي مصيبة. لحظة خلاص حطينا، خلنا نشيله نقبح المكان. انزين ويحط جسر لين هني، ونسوي هني حق الحصى وهذا، شو رايكم؟ زين خلينا نحط التاون هول، التاون هول هني اوكي. السوق مغطي الدنيا كلها، ما عندنا مشاكل في معظم الشغلات الحين، لا في جاكيتات ولا في شيء ولا هم يحزنون. انزين يا جماعة هاي كانت اساس القرية، اظني وقت الحلقة خلص، انتهت معنا حلقتنا اليوم، نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.